طالب وائل نضال حصل على الأولى على مدرسة قربة ثانوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي تتم بنعمته الصلاحة، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم كلهم باسمه ما حفظ الألقاب الأفريقين، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملاء المفوقين في هذا المقام الكريم أن أهدي ثمرة هذا التفوق إلى أهلنا الفاضل الذين سهلوا لأجل الليالي، كما أهدي إلى معلمين ومعلماتنا الذين لم يتركوا سبيلا من أجل أن نصل إلى الربي والتفوق. ونسأل الله تعالى أن يهديهم ويجعل جهدهم في هذه السياقة. لا بد أن نشير إلى بعض الرسائل أهمها. أولا، رسالة شكر إلى كل من كرمنا وساعد على إقامة هذا الحضور الرائع. ثانيا، رسالة إلى مربينا والمربيات الأفاضل، وأقول لكم لولا أنكم بعد الله لما وفقنا هذا الوقف. ثالثا، رسالة هامة جدا إلى جميع زملاء الطلبة، إذ أنني أقول لكم عن طريق التفوق قريب وسهل، ولكنه بحاجة إلى مزيد الاهتمام والمثابرة وحسن الطلب. وختاما، أشكركم جميعا وأدعو الله أن يجعلكم جميعا يفوقكم هذا الموقف، وشكرا. أشكر طالب وائل على هذه الكلمة. نبدأ الآن بفقرة التكتك.